دونت طعام صينية شهيرة أثناء بث مباشر بعد إفراطها في تناول الطعام. يا لهوي، معقول؟ يا أخي، هذه دائماً أشوف أنا كثير من المحتوى اللي زي كذا من قبل البث المباشر. في ناس حتى موجودين عندنا عنده معروفين إنهم يأكلوا يعني كميات، ويسوون تمارين خاصة علشان يقدرون يأكلون هذه الكميات. والله اللي صار، هذه في الأساس الفتاة الصينية هي شغالة نادلة في أحد المطاعم. فزميلتها كانت تقول لها تشوفها ونصحتها أنها تخش في الموضوع هذا، تفتح بثوث وتأكل. وطبعاً بدت يعني تدري كم كمية الأكل في الوجبة الواحدة؟ تتجاوز 10 كيلو. نعم، تتجاوز 10 كيلو. وهل هي مثلا ذات حجم كبير؟ أنا ما شفت، أنا ما أقدر أشوف الأشياء هذه بالذات لما نعرف أنه صار حادث، عرفت؟ فهي 10 كيلو؟ هي بدت باثنين ثلاثة كيلو إلى ما وصلت 10، ولها وجاء والدها قبل كذا. هي جتها حالة صحية وجاء والدها ونصحها، قالت لو سمحت، قالت له لا تقلق. 10 كيلو، هذه حامل، أكثر من حامل. الطفل لما يولد يكون كم وزنه؟ 7 كيلو؟ لا، أقل كمان. إيه، ثلاثة. أنا لو جيب لي الآن 10 كيلو أشيلها بعاني. صحيح، فما أعرف أنا. فهذه لما شيكوا عليها طبعا في المستشفى، لقوا أنه في تشوه في معدتها وكميات أكل كثيرة حتى ما انهضمت. يعني الموضوع بلع، الموضوع مو بس أكل انسدت.